من المستمع السائل الشيخ حسن شيخو من سوريا، بعث يسأل ويقول: إذا سهى الإمام في صلاة العصر فصلى 3 ركعات ولم ينبهه أحد من المأمومين ثم سلم، فهل يصلي الركعة الأخيرة أم يسجد سجدة السهو؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. إذا سلم قبل إكمال الصلاة ساهيا فإنه إذا عرف أنه قد نقص الصلاة ولو بعد السلام فإنه يقوم ويأتي بما تركه من الصلاة، سواء ترك ركعة أو أكثر، فيكمل الصلاة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو مضى وقت طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. أما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يقوم ويأتي بما نقص من الصلاة ويجلس للتشهد الأخير ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام فلا بأس.